إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أكشن! واو، إيش هذا؟ CINEMA سينما؟ عالم السينما. CINEMA سينما؟ أكشن! إذا كنت ترغب في تحطيم قيود الروتين والملل، إذا كنت تحلم بالإجادة والإنجاز، إذا أردت أن تكتشف عالم مليء بالدهشة والإثارة، حلق معنا في رحلة ممتعة مع عالم السينما. عالم السينما. أكشن! عالم السينما من الخامسة وحتى السابعة مساء كل جمعة في إذاعة الشباب. جنان آل عيسى. عالم السينما. عالم السينما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم مستمعينا في برنامج عالم السينما، نحييكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا بالجميع، أهلا بكل من يتابعنا كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت سلطنة عمان، وعلى الهواء مباشرة في عالم السينما، عالم المليء بالإثارة والدهشة والمتعة. ندخل اليوم إلى هذا العالم الجميل، عالم الفن السابع، نستعرض أبرز الأخبار والفعاليات السينمائية من خلال برنامجنا اليوم. يمكنكم مشاركتنا في عالم السينما على الرقم 24698151 وبرسائل نصية قصيرة على الرقم 90456904506 بالتغريدات عبر تويتر على العنوان @شباب راديو عمان. بمشيئة الله اليوم رح نستعرض أهم الأفلام العربية والأجنبية في دور العرض السينمائية، بالإضافة إلى بعض اللقاءات السينمائية والمهمة. أهلا بصانعي الأفلام والممثلين وعشاق الأفلام في هذه الرحلة الممتعة بإذن الله. نتمنى لكم متابعة شيقة والاستفادة من فقراتنا المنوعة والتحليق معنا في هذا المساء. معكم في الإعداد والتقديم جنان آل عيسى، وفي الإخراج مريم بنت محمد العجلية. انت جيت يا عم فالح؟ ايه جعيدي، ما تعسبنيش يا جعيدي، علي النعمة من نعمة ربي، اخلق بالبوكس في قفصك الصدري، اطير العصافير اللي فيه وادعك عليك البلد كلات، ما تقول له حاجه عملتني فيلا وانت كرتلة يا ايه يا انت اللي يغضب علي فالح يجرس في البحر المالح زيزيز سؤال عن السينما. فيلم واحد صعيدي، فيلم كوميدي مدته ساعتين، هو من إنتاج عام 2014 اللي استمعنا له قبل لحظات، من بطولة محمد رمضان ورندا البحيري ونرمين ماهر وإناس النجار وميار الغيطي، ومن تأليف عبد الواحد العشري وإخراج إسماعيل فاروق. الدور أحداثه فيه مفارقات كوميدية جميلة بسبب سذاجة فرد من أفراد أمن صعيدي واللي هو محمد رمضان. أهلا بكم في عالم السينما حتى السابعة مساء بتوقيت السلطنة. اليوم رح نسأل سؤال سينمائي عن الدويتو في الأفلام والثنائيات في الوقت اللي ننشغل فيه أحيانا بفيلم سينمائي، نتقصى ما وراء الأحداث. كثير من النقاد وخبراء السينما يقوموا بتحليل الأعمال السينمائية في نهاية كل عام، وخصوصا أن إحنا على نهاية عام 2014.
تقترب قوائم كثيرة لعالم السينما ولصانعي الأفلام، منها ظاهرة اللي هي الدويتو أو الثنائيات اللي انتشرت كثير في الأعمال السينمائية. اليوم نتساءل عن الدويتو والثنائيات الفنية اللي تحبوها أعزائي المستمعين، اللي تجمع مثلا بين مخرج وممثل، سيناريست ومخرج، مخرج وسيناريست في أعمال تقدم في عالم السينما. يمكنكم أيضا مشاركتنا بأبرز الأفلام السينمائية اللي شاهدتوها مؤخرا وحازت على إعجابكم. نستعرض بعض أسماء هذه الأفلام والقصص اللي نالت على إعجابكم. يمكنكم مشاركتنا في برنامج عالم السينما على 24698151، 24698151، وبرسائل نصية القصيرة على الرقم 90456 90456، وعبر تويتر على العنوان @شباب راديو عمان @شباب راديو عمان. أهلا ومرحبا بالجميع في عالم السينما، وحياكم ونرحب بكل مداخلاتكم معنا. أبرز الثنائيات اللي أعجبتم بها في عالم السينما وأيضا الأفلام اللي انحازت على إعجابكم، يمكنكم مشاركتنا في البرنامج 24698151. ونأخذ اتصال. مساء الخير. مساء النور يا معالي، كيف حالك؟ مساءك ورد، يا هلا ومرحبا. حياك الله، ما أخبارك؟ بخير الله يسلمك. هلا يا أبو فيصل، شو أخبارك؟ الحمد لله، نشكر الله والحمد لله، دائما نسمع الأصوات الطيبة في هذا البرنامج، فأنا سعيدين. الله يخليك يا رب. هلا ومرحبا بك يا أبو فيصل، وإحنا سعيدين بسماع صوتك. أبو فيصل، اليوم طبعا أنت سألنا الحلقة الماضية عن اللي مثل أو جسد دور عمر المختار. نعم. طبعا عمر المختار ملقب بشيخ الشهداء أو شيخ المجاهدين أو أسد الصحراء من خلال أدواره اللي كانت في ليبيا في مقاومة الغزو الإيطالي، اللي جسد دوره اللي هو الممثل المكسيكي الأمريكي مثل ما ذكرت اللي هو أنتوني كوين، جسد دور عمر المختار في فيلم من إخراج مصطفى العقاد اللي هو عام 1981. ما شاء الله، يعني ما في حد جسد الشخصية أم علي؟ هو أول من جسد الدور اللي هو أنتوني كوين، لكن أيوة بعد ذلك ما أعتقد أنه في تم يعني أفلام كثيرة ذاتية عن عمر المختار، كان هذا هو الفيلم الوحيد. والله أنا أشكرك على هذا المبادرة الطيبة وعلى دائما نشدي يعني مبدعة دائما في هذا البرامج. الله يخليك، تسلم يا أبو فيصل، هلا ومرحبا بك. وعاد اليوم الجديد اللي نترجى منكم الجديد. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن الثنائيات والدويتو في الأفلام السينمائية، بعض الشخصيات أو الممثلين اللي شاهدتهم في ثنائيات جميلة في الأفلام السينمائية. تذكر حاجة يا أبو فيصل؟ والله في هذا الأسبوع أنا ما شاهدت، ولكن الأفلام القديمة نظرا ما أني أنا أتذكرها. يعني كان في فيلم بين صلاح قابيل وبين محمود المليجي. وهذا الفيلم ينتج عام 1945. 45. ايوه، بس ما تحضرني الاسم الفيلم. ايوه. طب ايش قصته؟ كانت يعني كان روعة. ايش كان قصته يا ابو فيصل تتذكر؟ قصة ان الفيلم كان يجسد شخصية البطولة، كان محمود المليجي انه هو كعمدة للبلد. ايوه، يعني وكان يتحكم في كل ما يدور حول القصه او حول المكان اللي هو كان يرى فيه. يعني ما حد يحرك حاجه الا بامر هذا العمده او هذه الشخصيه او الزعيم هذا. نعم، اليوم ان شاء الله راح نستعرض الموضوع بتفاصيل، وراح نفرد ان شاء الله له مساحه واسعه في برنامجنا. نتمنى متابعتك لنا يا ابو فيصل. ان شاء الله، وانا متواصل دائما في هذا البرنامج، واشكرك واشكر الاخت مريم العجيلي على هذا الاخراج، وكما اشكر الاخت جنان العيسى على دائما على تميزها في هذا البرنامج. الله يخليك، تسلم يا ابو فيصل، حياكم الله، مع السلامه. شكرا، الى اللقاء، مع السلامه. لازلنا معاكم في برنامج عالم السينما، حياكم. ناخذ اتصال اخر. هلا ومرحبا، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، يا هلا. الو، يا هلا، من معنا؟ معاكم فارس. هلا يا فارس، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. هلا ومرحبا بك يا فارس، صديق البرنامج. طبعا اتشرف ان يكون صديق البرنامج. الله يخليك يا فارس. فارس، تخبرنا عن اخر الافلام اللي شاهدتها هذا الاسبوع. انا هذا الاسبوع ما شفت، بس انت تتكلم عن الثنائيات، انا من اشد الثنائيات اللي تعجبني بالكاتبه المصريه مريم نعوم والمخرج كامل ابو ذكره. ايش من الافلام اللي تابعتها لهم يا فارس؟ واحد صفر. واحد صفر.
واحد من الأفلام أيضا السينمائية بالفعل. إيش شدك في الفيلم بالضبط فارس؟ أستاذ التنوع المشاكل يعني رقم يعني كل شخص عنده مشكلة وكل ما إحنا نسمه منجزين الفيلم لا عدة شخصيات. وكل شخصية تمر بمرحلة وبمشكلة مع ذلك اجتمعوا على مشاهدة الكل يعني على شيء واحد يسعدهم وهي مشاهدة الكل. أيوة طبعا الفيلم اللي هو 1-0 هذا فيلم مصري اللي هو من إنتاج 2009 من تأليف مريم نعوم وإخراج كامل أبو ذكري. كانت الـ يعني الأحداث جميلة جدا في إطار درامي. يعني أعتقد أنه كان عن يوم مباراة نهائية في مصر مع الكاميرون كذا تقريبا صح؟ ايوه صح صح ايوه. بالفعل كان من الافلام الجميله وفيها حدث ايضا رياضي. اللي الاحظه يا فارس انه الافلام السينمائيه اللي مثلا الشباب ينجذبوا لها مثلا هذه فيها نوع من الرياضات اللي يحبها الشباب اللي هي المباراه كره القدم، فتحس انه يعني لها علاقه وطيده بالشباب. بعض الافلام اللي يحرص الشباب انه يتابعها على الدوام. حياك يا فارس ونشكر متابعتك لنا في برنامج عالم السينما. ممكن تحاوليني صبر المخرجة مريم؟ إن شاء الله إن شاء الله راح نحولك لمريم. شكرا لك. لازلنا متواصلين معاكم في برنامج عالم السينما حتى تمام السابعة مساء. حتى السابعة مساء راح نروح لي إن شاء الله لي فاصل ونرجع نتواصل معاكم في برنامج عالم السينما. كنت ببحث عن القدرات غير العادية في البشر، بس في النهاية ما لقيتش إلا الحيل والخداع وأحياناً الخيالات والأوهام، ودايماً لقيت الفقر والجهل والتخلف. وفجأة خطرت ببالي فكرة، مش جايز كل دول عندهم قدرات غير عادية؟ أنت جئت لتراقب. أوحش حاجة إنك تبقى مختلف عن الناس. والمراقب أنا بقى عكسك، لا يذوب في من حوله، طول عمري بدور على الناس المختلفة، ولا يتقرب لمن حوله، بل يتجنب ويتحاشى القرب. عاوز أعرف أنا متهمة بإيه؟ كل أجهزة الدولة هتتجند للبحث عن أي إنسان عنده قدرات غير عادية. عارف ان فريدة عندها قدرات غير عادية، بنت موهوبة، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. اللي انا في ده مش عادي، ده باين انه جد المرة دي، من يوم ما شفته خطفني معاه، قلبي تعبني في بعضه، ماله من يوميها مش على بعضه، مش عادي، ده باين انه جد المرة دي، من يوم ما شفته خطفني معاه، قلبي تعبني في بعضه، ماله من يوميها مش على بعضه، مشتاق تملي يكون وياك، وبتيجي على بالي كتير يا حبيبي وتملي بفكر فيك، وبقيت مش قادر اعيش يا حبيبي مشغول بهواك على طول وبخاف من الدنيا عليك، وبتيجي على بالي كتير يا حبيبي وتملي بفكر فيك، وبقيت مش قادر اعيش يا حبيبي من غير ما سهر لياليك، وبقيت مشغول بهواك على طول وبخاف.
حبيبي هواك بيحب وبيخبي عجب اني كده تعبان قلبي عارف ان عمري ما يوم هنسى يا قلبي ده مشتاقك مشتاق يا قلبي ومن سمعك من يوم ما خدنا حبيبي هواك بيحب وبيخبي عجب اني كده تعبان قلبي عارف ان عمري ما يوم هنسى مش عادي ده باين انه جد المره دي. اهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامج عالم السينما مستمعينا، ولا زلنا في محطتنا مع سؤال عن السينما. سؤال عن السينما. هلا ومرحبا بالجميع، يمكنكم مشاركتنا على رقم 24698514 وبرسائل نصية القصيرة على الرقم 90456 90456 عبر تويتر من خلال التغريدات على العنوان شباب راديو أمان. اليوم نتحدث عن الثنائيات الفنية في عالم الأفلام، نجاحات كبيرة في ثنائيات فنية مميزة لاقت استحسان الكثيرين في عالم السينما. اليوم نستعرض هذه الدويتوهات والثنائيات المميزة من خلال تواصلكم معنا على 24698151 عبر تويتر على العنوان شباب راديو أمان، من خلال التواصل برسائل نصية قصيرة على الرقم 90456. كما يمكنكم مشاركتنا بأبرز الأفلام اللي حازت على إعجابكم من خلال مشاهداتكم مؤخرا لأفلام عالم السينما. هلا ومرحبا بالجميع، ناخذ اتصال. اذا نحيي الجميع عبر ايضا المغردين عبر تويتر، هلا ومرحبا بكم. هناك الكثير من الدويتوهات اللي شهدت اعجاب الكثيرين في عالم السينما. اليوم نستعرض بعض الشخصيات اللي والفنانين اللي طبعا حازوا على اعجاب الجميع. هناك مثلا ثنائيات من مخرج وممثل، سيناريست ومخرج، مخرج وسيناريست في أعمال كثيرة في عالم السينما. واحد منها يعني من أعظم الدويتوهات الكوميدية في تاريخ السينما المصرية اللي هي عبد السلام النابلسي وزينات صدقي. واحد من الأفلام اللي كان هو فيلم شارع حب، فيلم جميل لما تنادي طبعا زينات يا حنفي. أيضا أدوار كثيرة شهدتها صناعة الأفلام، دويتوهات عديدة، وخصوصا احنا على نهاية السنة ويجري النقاد عادة استفتاء حول هؤلاء الشخصيات السينمائية اللي حازت على اعجاب كل متابعي وعشاق الافلام. يمكنكم مشاركتنا على الرقم 24698151 برسائل نصية القصيرة على الرقم 90456 بتغريدة عبر تويتر على العنوان شباب راديو أمانة. رح ننتقل لفقرة أخرى من برنامجنا رح تكون عن فعاليات سينمائية. كذا مرة أدخل الديكور أتخيل نفسي الشخصية اللي بتمثلها شهيرة. تكن نفسك تبي ممثلة؟ مش بتخيل نفسي شهيرة، بتخيل نفسي الشخصية اللي بتمثلها شهيرة. مالك يا ماما؟ الدم اللي في صباعك ده. حاولي تقدري انا قد ايه بحاول نعيش حياتنا بشكل طبيعي. انا تعبت.
بكام؟ مهما وهي صغيرة بتحب تشوف الفيلم ده كل يوم تقريبا حافظاه. انت جيتي هنا مع شريف. عالم السينما. استمعنا سويا إلى فيلم ديكور، فيلم قصته غير معتادة على السينما المصرية، تم تصويره بالكامل بالأبيض والأسود. دور أحداثه حول شخصية مها اللي طالما عشقت السينما والديكور، اللي هي حورية فرغلي، أصبحت مهندسة ديكور خبيرة في العوامل والعوالم الخيالية. تقع تحت ضغط شديد من طبعا الحياة بشكل عام، وتجد نفسها أنها منتقلة بين عالمين، عالم يمثل شخصية شريف وعالم آخر يمثل شخصية مصطفى. بعد قصة حب طويلة مرت عليها سنوات عديدة، قررت اللي هي المهندسة الديكور حورية فرغلي الزواج من شريف لتبدأ حياتها الزوجية. لكن في نفس الوقت دور بعض الأحداث اللي تسبب أحيانا مشاكل في حياتهم الزوجية، وهذه المشاكل لا تخلو منها أي حياة زوجية. فيقرر شريف التخلي عن حورية ويقرر الانفصال. بعدها تنتقل حورية فرغلي اللي هي المهندسة مها اللي تبدأ حياة جديدة في مدينة جديدة بمهنة جديدة، تسافر إلى منطقة أخرى، تتعرف على زميل لها في المدرسة تعمل كمدرسة مصطفى، تنشأ بينهم علاقة حب وينجبوا طبعا طفلهم الأول. لكن القدر يعني يقف بالمرصاد ضد حورية، وتنشب بينهم الخلافات وتنتهي بعد ذلك بالطلاق. لكن مها لم تستسلم لتعاسة قدرها، ومنحت قلبها فرصة أخرى في بلد آخر، وتسافر وتتعرف على زوجها الثالث وتعيش معه حياة أخرى هادئة. فعدة نقول مراحل مرت بها البطلة اللي هي حورية فرغلي في فيلم ديكور. أحداثه مثيرة جدا، من بطولة خالد أبو النجا، حورية فرغلي، ماجد الكدوني، وتأليف شيرين دياب. هذه طبعا من أولى التجارب السينمائية لها بالاشتراك مع المؤلف محمد دياب. فعاليات سينمائية. حياكم من جديد مستمعينا في برنامج عالم السينما عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، نحييكم حتى تمام السابعة بتوقيت السلطنة. رح إن شاء الله ننتقل إلى فعاليات سينمائية بعد الفترة الدينية لصلاة المغرب، ومن بعدها بمشيئة الله راجعين لاستكمال فقرات برنامجنا في عالم السينما. تقبل الله منكم سائر الأعمال والعبادات والطاعات. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. اللهم رب السماوات وما أظلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، احفظنا من كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد، ونعوذ بك يا ربنا من الكبر والغرور. اللهم نجنا من الكبر والغرور ومن قول الزور، ونعوذ بك من قول الزور ومن كل فتنة تمور، ونعوذ بك من ظلمة القبور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا، ولك مالنا ولك ربنا تراثنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر
وشتات الأمر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم اغفر لنا مغفرة تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة نسعد بها في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغننا بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، ونور قلوبنا وقبورنا، وأعذنا من الشر كله، واجمع لنا الخير كله. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن خواتمنا. المباركة حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط يؤذن لصلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. أذن لصلاة المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط على باقي محافظة السلطنة مراعاة فروق التوقيت. فرقاك ظلم كوني، عزوني وصدري حمول ذقا، أفضيت أنا مكنوني بالهوني، موتك سبب لعلال. يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حالي، يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حالي، أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال.
عليك الغلا مضموني مصيوني لو فرقت لاجع والقلب لك مرهوني وشجوني وذكرك يريح البعد والناس ما يدروني فشجوني وان العنا بإيطاليا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حا يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي أبكي أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال والهم بمسجوني وعيوني جاري دمع سال يا رب كن في عوني كن عوني وحقق لي الأمان يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حالي يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حالي يا ليت ما خلوني وتبدلت الأحوال. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الصفاء للأغذية تقدم نقانق دجاج صفاء المدخن، معد ومخلوط من أفضل المكونات الطبيعية والطازجة والتوابل الشهية. نقانق دجاج الصفاء المدخن يجعل الحفلات أكثر إثارة. احتفل بعشر سنوات من الطعم الشهي وعش حياة صحية مع نقانق دجاج الصفاء المدخن اللذيذ والشهي. الصفاء. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أكشن! واو، إيش هذا؟ CINEMA سينما؟ عالم السينما. CINEMA سينما؟ أكشن! إذا كنت ترغب في تحطيم قيود الروتين والملل، إذا كنت تحلم بالإجادة والإنجاز، إذا أردت أن تكتشف عالم مليء بالدهشة والإثارة، حلق معنا في رحلة ممتعة مع عالم السينما. عالم السينما. أكشن! عالم السينما من الخامسة وحتى السابعة مساء كل جمعة في إذاعة الشباب. جنان العيسى. عالم السينما. عالم السينما. حياكم متابعينا ومستمعينا في برنامج عالم السينما، تقبل الله منكم سائر الأعمال والعبادات والطاعات، ولازلنا متواصلين معاكم بفقراتنا المنوعة. اليوم في برنامج عالم السينما الكثير من المحطات، نتسأل اليوم عن أجمل الثنائيات الدويتو في الأفلام السينمائية. الكثير من الدويتات أكيد اللي نالت على إعجابكم في الأعمال السينمائية، من الأعمال اللي شاهدناها مؤخرا في السينما المصرية مثلا الدويتات بين الفنان الكبير عادل إمام والفنانة يسرى، قدموا الكثير من الأعمال الناجحة في أفلام عديدة. نرحب بكل مشاركاتكم على رقم 24-698-1524-24-698-1551 برسائل نصية القصيرة. يمكنكم التواصل على الرقم 904-56-90-456 عبر تويتر من خلال التغريدات على العنوان @ شباب راديو أمان @ شباب راديو أمان.
أيضا من اليوم مواضيعنا اليوم رح نتحدث عن شخصية الفنان والفنان القدير نور الشريف نجم الشاشة. أيضا رح يكون لنا تجربة عمانية في عالم السينما خصصناها للدكتور خالد بن عبد الرحيم الزجالي رئيس الجمعية العمانية للسينما. أيضا رح يكون لنا تواصل في عالم السينما مع سينما من القاهرة مع ميادة الفيشاوي للاطلاع على أبرز الأفلام المصرية في دور العرض السينمائية في القاهرة، وأيضا الحديث عن الثنائيات في الأفلام السينمائية. एक ही बार बोलता हूं क्योंकि दूसरी बार सुनने के लिए तू नहीं होगा। इट्स माय वे या स्काई वे। واحد من الأفلام اللي معروضة في دور العرض السينمائية بالسلطنة هذا الفيلم الهندي، فيلم جاكسون أكشن جاكسون، فيلم هندي مدته 2:40. أيضا من الأفلام اللي معروضة في دور العرض السينمائية بالسلطنة فيلم جيت سانتا، هذا الفيلم عائلي كوميدي باللغة الإنجليزية مدته 2:42، في قالب من الكوميدي يتحدى أب ابنه من أجل إنقاذ يوم الكريسماس، يكتشفوا أنه سانتا كلوز نائم في منزلهم بعد ما تحطمت مركبته الجليدية وصار مطارد في كل مكان من قبل الشرطة. Unconfirmed reports just in that thousands of children have awoken on Christmas morning to discover their stockings empty. Are you the real Santa? I am. Breaking news. A man claiming to be Santa was arrested last night trying to steal some reindeer. Oi, Pop! What am I getting for Christmas? You have to let me out of here or Christmas will be cancelled. Santa's in prison. What? He's crashed his sleigh, lost his reindeer, and if we don't help him, Christmas is off. Well, that's it then, lads. We can't go and see that old fruitcake from last night. He's not a fruitcake. He's Santa. Deep in your heart, you know who I am. Are you on medication? Cinema. من القاهرة. حياكم مستمعينا من جديد، نحن معكم عبر أثير إذاعة الشباب حتى تمام السابعة، واليوم نتساءل عن الدويتوهات والثنائيات في السينما. احنا في نهاية العام 2014 والنقاد والخبراء في السينما يتحدثوا عن ظاهرة الدويتو والثنائيات اللي انتشرت في الأفلام السينمائية مؤخرا، فيلم يجمع بين مخرج وممثل، سيناريست ومخرج، مخرج وسيناريست في تقديم أعمال معينة في السينما. نتحاول أن اليوم بمشيئة الله نتحدث عن الثنائيات الجميلة في السينما المصرية من خلال محطتنا سينما من القاهرة. نرحب في هذه المحطة بالزميلة ميادة الفيشاوي مراسلة إذاعة الشباب بالقاهرة. هلا ومرحبا فيك ميادة. أهلا بك جنان، وأهلا بكل اللي بسمعونا، وأهلا بكل دويتوهات وثنائيات العمل الفني وكمان ثنائيات الحياة. يا رب نكون أنا وإنتي النهاردة ثنائي، ومعانا طبعا مريم نبقى ثلاثي كده خفيف على قلوبكم، ويكون بنختار موضوع فعلا يهمكم. أكيد الثنائيات الفنية كثيرة وتتردد بالأذهان شخصيات وأسماء عديدة في السينما المصرية وفي صناعة الأفلام بشكل عام. تفردت هذه الشخصيات في أداء أدوارها، نالت على استحسان وإعجاب الكثيرين، نشاهد ثنائيات كبيرة بين عمالقة في السينما ميادة اليوم.
فعلا انت ذكرتي انه الثنائيات او الدويتو ممكن يكون بين اثنين يعني مخرج ومؤلف او يعني مصور ومخرج، ممكن تعمل يعني ثنائيات كويسة. انا النهاردة هكلمكم عن الثنائيات التمثيل او الاعمال اللي فعلا نجحت وعلمت فينا. اللي خلاني انا وانت نختار الموضوع ده جنان هو تصريح مهم جدا قالوا الأسبوع اللي فات الفنان الكبير عمر الشريف، لفت نظري لدنيا الدويتوهات أو الثنائيات. الفتن حمامة لما كان ليه حوار في جورنال مصري بيقول فاتن حمامة وحشتني جدا ونفسي أشوفها وهي حب العمر، رغم سفري ورغم زواجي ورغم تنقلاتي ورغم عمري الطويل اللي إن هي في قلبي وأنا جاي مصر عشان أشوفها. وهو قرر أنه يعيش في مصر، وكانت عارفة أنه سافر برا وكان عايش في فرنسا، وهو دلوقتي قرر أنه يعيش في مصر عشان يعيش وإن شاء الله يعني ربنا يديله الصحة والعمر، ولكن هو نفسه يعيش ويموت على أرض مصر. عمر الشريف وفاتن حمامة كانوا من أروع الثنائيات أو الدويتوهات اللي احنا شفناها طول حياتنا، تربينا عليهم والرومانسية الجميلة اللي كانت بينهم. عمر الشريف عمره دلوقتي 84، وطبعا فاتن حمامة برضو في الثمانينات، ولكن أثروا السينما المصرية. مثلا فاتن حمامة على فكرة كانت بترفض أي قبولات أو أي مشاهد داخل الفيلم إلا مع عمر الشريف. عشان كده عمر الشريف وفاتن حمامة كانوا بيحبوا بعض جدا ومثلوا مع بعض أحسن أفلامهم صراع في الوادي، وأيضا صراع في المينا، سيدة القصر، أكتر من فيلم، أيامنا الحلوة، لا أنام، شهر الحب، صراع في المينا، صراع في الوادي، كتير جدا من الأفلام. الزيجة اللي كانت بينهم استمرت 15 سنة وأنجبوا طفل اسمه طارق، ودلوقتي بقى أكيد راجل كبير. ويعني كان سبب الانفصال إن هي ما كانش أي سبب تاني غير إن هما كانوا بيحبوا بعض جدا، ولكن هو فضل إنه يسافر برا ويحترف في هوليوود وهي فضلت إنها تعيش في مصر. فدوت كان سبب الخلاف اللي بينهم، وفضل هو مسافر وقت طويل وهي مش مطلقين، ولكن بعد 5 سنين فضلوا وهما الاثنين اختاروا الطلاق، ولكن بينهم نوع من الصداقة المستمر حتى الآن. نعم. صراع في الوادي، سيدة القصر، كلها أفلام كانت جميلة جدا جدا ورومانسية، وعشنا معهم من الشباب حتى الآن، إن شاء الله يديهم الصحة والعمر. نعم بالفعل. 15 سنة زواج، وبالفعل 20 سنة زواج بالفعل، يعني 15 سنة، ولكن زي ما قلت لك 5 سنين فضلوا بعاد عن بعض ولكن ما كانوش متطلقين، و20 سنة استمر هذا الزواج. أكيد ما حضر لنا حاجة لفاتن حماوة حمامة عمر الشريف. عندنا فيلم في صراع في المينا نسمعه سويا كذا لفاتن حمامة وعمر الشريف، هذا دويتو المميز. الو، معك ميادة. مش عارفه انا مستمع اي حاجه. ايوه طبعا هذا كان جزء من صراع في المينا، شكلها مريم ماخذة قطعة كذا أكشن في الفيلم. احنا سمعنا يعني صراحة الأجواء اللي في السفينة في المينا، احنا سمعنا الصراع اللي في المينا. صحيح. احنا بنذكرها طبعا على كل حال. صحيح. ويعني احنا برضو كتير من الثنائيات اللي احنا لازم يعني نسردها، تقريبا 17 ثنائية أو أكتر، زي بسموها 17 قصة حب أو أكتر. الثنائي الأشهر طبعا
فؤاد المهندس وشويكار. اللقاء الأول كان في مسرحية السكرتير الفني. كان بينهم مسرحيات كتيرة جدا جدا جدا، وطبعا أنا وإنتي مرة عرضناها لمستمعينا، وكان مؤثرة جدا في كوميدياتها وسيدة الجميلة وسكرتير السكرتير الفني وغيرها من المسرحيات المهمة. صحيح. شويكار وفؤاد المهندس. بعد مسرحية السكرتير الفني في يوم العرض الأخير عرض عليها فؤاد المهندس، قال لها تجوزيني يا بسكوتة. ده كان أبرز اللي أنا عرفت عن هذه الزيجة. يعني مسرحية السكرتير الفني كانت الوصلة اللي كانت بين فؤاد المهندس وشويكار. فضلوا متجوزين 20 سنة، وبعد الانفصال برضو قدموا أعمال فنية مهمة جدا، وكانت آخر أعمالهم وهم مفصلين مسرحية روحية خطفت، وطبعا من أعمالهم الأشهر أنا وهو وهي، سيدة الجميلة دي من المسرحيات، من الأفلام كان أخطر رجل في العالم، وفيلم أرض النفاق والعتبة جزاز. الثنائي برضو اللي كان مشهور جدا جدا وكان يعني قديم قوي قوي، فريد شوقي وهدى السلطان. أيوة. اللقاء الأول كان بينهم في فيلم اسمه حكم القوي سنة 1951. العواطف اشتعلت في هذا الفيلم، وعرض عليها الزواج وتزوجوا في آخر يوم تصوير فيلم حكم القوي. استمر جوازهم 15 سنة، وأثمر عن بنتين ناهد ومها، وناهد شريف من أبرز المنتجات الفنيات. وكان بينهم أعمال كتيرة، فريد شوقي هدى سلطان زي رصيف تمرة 5، جعلوني مجرما، الأسطى حسن، وفيلم بورسعيد، أكثر من 20 فيلم جنان. نعم. الأشهر والأشهر والأشهر هم ليلى مراد وأنور وجدي. ثنائي جميل جدا جدا، وكانت أغنية أنا قلبي دليلي هي حلقة الوصل اللي بينهم، وهي فيها خد أنور وجدي قرار الجواز من ليلى مراد. جمعهم الفيلم دوت قلبي دليلي، وجمعت الفنان الراحل أنور وجدي وليلى مراد بعد رقصة السلو أو فالس اللي كانت بينهم في هذا الفيلم. اعتبروه يعني في هذا الفيلم مثابة يعني زفة للعروسين هذه الرقصة. استمر الزواج بينهم 7 سنوات. أشهر أعمالهم ليلى بنت الأغنياء، عنبر، قلب دليلي، وكتير جدا من أعمالهم الفنية اللي متعونا بيها مازال ليلى مراد وأنور وجدي في الوجدان. أكيد. وأنا قلبي دليلي يعني هي من أشهر الأغاني اللي لا زالت مطبوعة في الذاكرة. شو رأيك ميادة نسمعها سويا؟ ياريت ياريت. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، دايما يحكي لي وبصدق قلبي، أنا قلبي قلبي دليلي. هذا الدويتو الجميل ميادة، طبعا أنا قلبي دليلي من الأفلام اللي لا زالت عالقة بالأذهان بالفعل. وعلى فكرة كتير من المتزوجين في أعراسهم وأفرحهم رغم مرور الأغنية ديت مرور عليها سنين، ولكن أحيانا في بنت وشاب بيختاروا أغنية أنا قلبي دليلي يرقصوا عليها سلو داخل الفرح، ما كانوش يعرفوا بقى ان الأغنية دي سر ارتباط أنور وجدي بليلى مراد، وهي كانت فتحة الخير عليهم ان هم في هذا الفيلم وفي هذه الأغنية قرروا ان هم يتجوزوا. نعم. السيناريو برضو المشهور جدا هي ماجدة وإيهاب نافع. إيهاب نافع هذا الشاب الوسيم، وماجدة هذه الفنانة ذات العيون المميزة. ماجدة كانت يعني ماشية في طريق الفن، لا ما كانتش أبدا تقبل بزواج، ومصممة أن هي ما تتجوزش إلا لما تقطع شوط كبير في فنها. ولكن في يوم من الأيام حضرت حفلة في السفارة الروسية في مصر، تقابلت مع الطيار إيهاب نافع. على فكرة إيهاب نافع قبل ما يبقى ممثل هو طيار. نعم. دق الحب بينهم ودقت القلوب واتجوزوا. من بعدها بدأت المشوار الفني بين ماجدة وإيهاب نافع، وكان ليهم أفلام زي الحقيقة
الهربة، وفيلم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا فيلم مميز جدا جدا. آخر أفلامهم كانت النباهة. استمر جوازهم 12 سنة وأنجابوا طبعا الفنانة غادة نافع. نعم. يعني إيهاب نافع مميز جدا، وكان ليه أدوار مهمة جدا مع ماجدة، وفعلا فعلا ماجدة عرفت تختار شاب وسيم وممثل وطيار، لا يعني حقها كانت تسيب أي حاجة وتتجوز هذا الوسيم. ميرفت أمين وحسين فهمي، أيوة، هذا أهم الثنائيات الرومانسية في السينما المصرية. بالفعل يعني إحنا شفنا لهم أفلام كتيرة جدا جدا جنان، قصة حب فعلا كانت طويلة وجميلة بينهم. وقصة عمل يعني هم حبوا بعض جدا وجوزوا بسرعة. يعني ميرفت أمين كانت متجوزة الفنان عازف الجيتار عمر خورشد، وحسين فهمي كان متجوز من خارج الوسط الفني، تم طلاقهم وجوزوا بعض بعد قصة حب مهمة جدا. عملوا 12 أكثر من 12 فيلم، واستمروا 12 سنة في الجواز. بينهم أفلام مهمة جدا زي حفية على جسر الذهب، الإخوة الأعداء، وأفلام كتيرة جدا كانت مهمة في حياتهم وكمان في حياتنا إحنا حتى الآن. هم مازالوا عايشين يعني، بس طبعا هم منفصلين عن بعض. خلفوا منا حسين فهمي وهي برضو جميلة زي مامتها. كل واحد استمر في عمله واستمر في حياته، ولكن منهم صداقة وبينهم طبعا بنت، ودايما الأطفال بيجمعوا بين الأب والأم حتى لو انفصلوا. صحيح. برضو من الأشهر السيناريو الثنائيات شادية وصلاح ذو الفقار. تحولت قصة الحب اللي جمعت بينهم في فيلم اسمه أغلى من حياتي إلى حقيقة، قصة حقيقية بينهم، حب كبير جدا. استمر للأسف استمرت الزيجة ديت سنة واحدة بس. كانت شادية حامل وفقدت جنينها، فحصل لها حالة من الاكتئاب، انفصلت عن صلاح ذو الفقار، وللأسف ما طولتش الزيجة. نعم. ما استمرتش كتير. بس هما كان ليهم أفلام كتير حلوة زي مراتي مدير عام، غرامة زوجتي، عفريت مراتي. يعني أنا فيلم مراتي مدير عام ده أنا بحبه جدا جدا جدا، وقد إيه بيقول إنه الست مديرة ومهمة جدا في عملها، ولكن في بيتها لازم تكون زوجة رقيقة ونعمة وتخلع عباية الهيبة وإن هي مديرة وشديدة، وإنها لازم تكون مع زوجها في كامل أنوثتها وكامل رقتها. كان بتحمل معاني كتير. عارف فكرة في يوم المرأة العالمي دايما بيذيعوا الفيلم ده، ودايما بيفكروا إن المرأة ليها حقوق وواجبات، وكمان الرجل لازم يغير نظرته للمرأة. فيلم فعلا مهم جدا جدا. نعم. برضو من أشهر من الزيجات أو الثنائيات والدويتوات اللي احنا ما نعرفش عنها كتير جنان، هو سراج منير وميمي شكيب. دايما كنا بنشوفهم في أفلام القديمة الأبيض والأسود متجوزين بعض، زي مثلا في فيلم دهب. الفيلم دوت كانت ميمي شكيب متجوزة سراج منير، فيلم دهب لفيروز وأنور وجدي، فيلم قديم جدا ولكن مهم. سراج منير وميمي شكيب كانوا متجوزين بعض. احنا كنا فاكرين هما متجوزين، وكانت دايما نائر والنير هو وهي، وكانت دايما امرأة مسيطرة، ولكن في الحقيقة كانت امرأة بتحبه جدا في الحقيقة، حب كبير قوي. نجيب الريحاني تدخل بينهم لإقناع عائلة سراج منير بجوازهم. كانت العائلة لسراج منير معارضة لزواجهم ميمي شكيب، تدخل نجيب الريحاني بينهم وأقنع أسرة سراج منير بجوازهم، وبالفعل تمت الزيجة واستمرت 10 سنوات. انتهت بموت سراج منير، يعني هي ما انفصلوش عن بعض، هم كانوا بيحبوا بعض جدا وصلوا متجوزين لغاية ما مات سراج منير، وبعده اكتئبت ميمي شكيب وبعده ماتت من الحزن. الزيجة بقى اللي هي الناس كلها مستغربة جدا، ودويتو اللي هما أثروا طبعا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام، الناس اللي اتكلمت كتير عن بوسي ونور الشريف. نور الشريف، صحيح، هذا الانفصال اللي كان مؤخرا، يعني زواج دام. أيوة، زواج دام استمر لفترة طويلة 30 عام، لكن الوسط الفني استغرب من هذا الانفصال. بالفعل يعني المهم انه في الاخر تفضل الصداقه والود والمعامله الحسنه بين يعني بصرف النظر عن مين الفنان او الفنانه، في الحياه العامه لازم يكون في ود، حتى بعد الطلاق ما يكونش في مشاكل، لانه دايما بيبقى في اطفال وفي شباب، لانه انت عارفه نور الشريف وبوسي عندهم بنتين وما زالوا حتى الان على فكره
يعني صورهم منتشرة على الفيسبوك وغيرها. مثلا لما بيعي نور الشريف بيروحوا كل العيلة بتروح معاه برا، بيسافروا مع بعض ومنتظرين شفاء الوالد. بجد الأم ليها دور كبير جدا. فنانة بوسي فنانة راقية جدا جدا، وطبعا هي أختها نورة ومعروف فنانة نورة، دايما هما مترابطين جدا حتى بعد انفصال بوسي ونور الشريف. من أشهر أفلامهم فيلم حبيبي دائما، كان أول لقاء ليهم في مسلسل القاهرة والناس، وتجوزوا عبر هذا المسلسل من زمان جدا جدا، وهم على علاقة حب شديدة 30 سنة جواز وللأسف انفصلوا. ولكن فيلم حبيبي دائما أنا بحبه جدا جدا وبخاف أتفرج عليه، لأني لما بشوفه على طول أبكي. فيلم مهم قوي قوي قوي، كانت جميلا بوسي وما زالت جميلة طبعا. وما ننسى أيضا يعني نجم الكوميديا إسماعيل ياسين مع رياض الأصبقي، دويتو لا وصيف له في الضحك في السينما المصرية بشكل عام. أكيد كثير من الثنائيات الجميلة اللي أثرت الساحة الفنية بأعمالهم المميزة. ميادة الحديث يطول عن الثنائيات أكيد. صحيح صحيح. ويعني يعني تلخيصا عشان وقتك جنان، رشدي أباظة طبعا والراقصة ثانية جمال من أشهر برضو الثنائيات، حب طويل استمرت الجواز بينهم 18 سنة، وكمان حسن يوسف وشمس البارودي زواج حتى الآن مستمر، نتمنى لهم الصحة والسعادة. أمين. برضو زواج محمود ياسين وشهيرة حتى الآن مستمرين، نتمنى لهم طبعا الصحة والسعادة. أحمد حلمي ومنى زكي. وبالضبط أحمد حلمي ومنى زكي نتمنى لهم دايما يعني أسعد الأيام. وسمير غانم ودلال عبد العزيز برضو من أشهر الدويتوهات المميزة جدا، واللي ما زالوا حتى الآن في زيجة مليئة بالسعادة ومليئة بالأطفال والأحفاد، دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وكمان حفيدتهم الجديدة. برضو من أشهر الدويتوهات القديم قوي محمود المليجي وعلوية جميل، ومن يعني وجوه قديمة ولكن بيظل أبناء المهنة الواحدة مع بعض، بيحبوا بعض وفود، وحتى بعد الانفصال لازم يمتعونا بأعمالهم، لأنه المشاهد ملوش ذنب أنه انفصلوا عن بعض، هم تعلقوا بيهم فنيا فلازم يستمروا. بنتمنى للكل السعادة ودايما متألقين كل الفنانين وأيضا في حياتهم الاجتماعية، بنتمنى لهم السعادة. وبشكر جنان وطولت عليكم، ان شاء الله يكون يعني زي ما وعدتكم ان الموضوع الاسبوع اللي جاي يكون افضل. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الارهاب وكان يعني موضوع اسودي شويه، ولكن النهارده بنقول انه دايما على فكره ممكن يكون اثنين مش متجوزين ولا بينهم علاقه يعني حب وكذا، ولكن دويتو بيبقى قوي جدا جدا بينهم، تقارب فني. على فكره كمال الشناوي وشادية كان بينهم أفلام كبيرة جدا وجميلة. تصوري جنان إنه هو ما جوزش شادية ولكن اتجوز أخت شادية. نعم. يعني شادية كانت بتجيب معها بنت أختها في الاستوديو فتعرف على أختها وحبها هي. فلا يعني في دويتوهات بدون علاقات زوجية ودويتوهات قوية جدا، زي ما انت قلتي في دويتو بين رجل ورجل في العمل الفني مهم جدا، وبين سيناريست ومخرج وغيرها، وبين مذيعة ومذيعة. صحيح. يعني ان شاء الله يكون انا وانت يعني عملنا دويتو حلو لكل ان شاء لكل الله الناس، ودايما بتمنى لكم اطيب الاوقات ان شاء الله. شكرا. الله يسلمك. شكرا لك ميادة الفيشاوي مراسلة إذاعة الشباب، الله يعطيك الف عافية. ومثل شكرا لك. ومثل ما ذكرت ميادة أن الوسط الفني فيه الكثير من الثنائيات اللي جمعت شخصيات عديدة بتناغمها، ظهرت لنا في الشاشة الفضية، نالت على استحسان وإعجاب كل من هو مشاهد ومتابع للوسط الفني. لازلنا معكم في برنامج عالم السينما متواصلين حتى تمام السابعة بتوقيت السلطنة. صفاء للأغذية تقدم نقانق دجاج صفاء المدخن، معدوى مخلوط من أفضل المكونات الطبيعية والطازجة والتوابل الشهية. نقانق دجاج صفاء المدخن يجعل الحفلات أكثر إثارة. احتفل بعشر سنوات من الطعم الشهي وعش حياة صحية مع نقانق دجاج صفاء المدخن اللذيذ والشهي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. فعاليات سينمائية.
نحلق اليوم في عالم السينما، في هذا العالم المليء بالإحساس والمشاعر، مشاعر تكون متداخلة، إثارة، دهشة، حماس، خوف، فرح، سعادة. حياكم معنا أحبتنا، ونحن معكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. من الفعاليات السينمائية الدورة 11 من مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي انطلق بعرض The Theory of Everything. مهرجان دبي السينمائي الدولي يفتتح دورته 11 بعرض فيلم The Theory of Everything، وبتقديم الفنان نور الشريف من مصر والفنانة آشيا بوسلي من الهند. افتتح المهرجان مساء الأربعاء الماضي بتكريم لمصر والهند وبحضور عربي واسع، وشكل وقوف الفنانة الهندية آشيا بوسلي صاحبة أكثر من 30,000 أغنية في مئات الأفلام الهندية لتغني في افتتاح الدورة تكريما ولحظة جميلة لها. أنشدت في الفنانة المولودة عام 1933 بعمرها اللي تجاوز 80 وثوبها الأبيض الهندي أغنية جميلة أسرت بكلماتها كل الحاضرين وصفق لها الجمهور بحرارة. صفق الجمهور أيضا لفنان آخر من عالمنا العربي، للنجم نور الشريف اللي كرم أيضا بجائزة إبداعات الفنانين في المهرجان، وقال عقب تسلمه للجائزة: لقد عملت في 171 فيلم في حياتي. واعتبر نور الشريف أنه هذه الدورة بعنوان حياتي أو السينما في حياتي تحمل الكثير من الأخبار لهؤلاء عشاق الأفلام، وأيضا المواضيع المهمة التي تثري صناعة السينما. اعتبر نور الشريف أيضا مشاركته بفيلم توقيت القاهرة كعرض أولي لهذا الفيلم في هذا المهرجان. قال أنه تسلم هذه الجائزة، جائزة إبداعات الفنانين، كجائزة دولية، ومن المصادفة أنه خلال مسيرته الفنية أنه كان تسلم أول جائزة كانت في نيودلهي، واليوم صادف تكريمه مع فنانة أيضا هندية الفنانة آشيا بوسلي في نفس هذه الدورة 11 لمهرجان دبي السينمائي. المهرجان يحمل في طياته الكثير من الفعاليات، حضور واسع من نجوم الخليج في هذا المهرجان. حضر في نور الشريف، مرفت أمين، يسرى، لبلي، خالد أبو النجا. من سوريا حضر كمال سليمان، سليم أبو جبل، سوزان نجم الدين، ومن لبنان المطربان جهدة وهبة ووليد توفيق اللي كان لهم أدوار في السينما المصرية. من النجوم البريطانيات إيميلي بلانت المشاركة في فيلم In the Woods اللي رح يختتم بالمهرجان بإذن الله. الفيلم أو الأفلام اللي رح تكون في هذا المهرجان تقريبا عددها 115 فيلم من 43 بلدة وبخمسة وبلد ومن 35 لغة، منها 55 في عرض عالمي ودولي أول، حتى يثبت هذا المهرجان قوته وحضوره في إطلاق المواهب العربية والدولية بشكل عام في العالم. يرأس لجنة التحكيم مسابقة المهر العربي للأفلام الطويلة المنتج والمخرج الأمريكي لندليز، ويشارك فيه 4 أعضاء بينهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي والمخرج الجزائري مالك ابن سماعو، وتشارك في عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرجة الفلسطينية شيرين أدعبس. إذن أحداث إن شاء الله كذا كثيرة مليئة بالروعة في مهرجان دبي السينمائي في نسخته 11. واحد من الأفلام مثل ما ذكرنا اللي راح يعرض إن شاء الله في مهرجان دبي فيلم توقيت بتوقيت القاهرة، أيضا من الأفلام الأخرى لداود عبد السيد قدرات غير عادية، هذا الفيلم الروائي الطويل الأول. طبعا الفيلم جديد، فيلم كان ينتظره الكثيرين بعد آخر عمل لداود عبد السيد عام 2010 جاء هذا الفيلم قدرات غير عادية بطولة
خالد أبو النجا، نجلاء بدر، محمود الجندي، حسن كامي، وأحمد كمال، وعباس أبو الحسن، والطفلة مريم تامر. يشارك هذا الفيلم في عرضه الأول العالمي ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي. كنت ببحث عن القدرات غير العادية في البشر، بس في النهاية ما لقيتش إلا الحيل والخداع، وأحياناً الخيالات والأوهام، ودايماً لقيت الفقر والجهل والتخلف. وفجأة خطرت ببالي فكرة، مش جايز كل دول عندهم قدرات غير عادية. أنت جئت لتراقب. أوحش حاجة أنك تبقى مختلف عن الناس. والمراقب أنا بقى عكسك، لا يذوب في من حوله، طول عمري بدور على الناس المختلفة، ولا يتقرب لمن حوله، بل يتجنب ويتحاشى القرب. عاوز أعرف أنا متهمة بإيه؟ كل أجهزة الدولة هتتجند للبحث عن أي إنسان عنده قدرات غير عادية. أفلام السينما العالمية. أهلا بكم من جديد في برنامج عالم السينما، نحن معكم حتى تمام السابعة بتوقيت السلطنة. نرحب بكل من يشاركنا عبر رسالة نصية القصيرة على رقم 90456، عبر تويتر من خلال العنوان شباب راديو أمان، وكذلك من خلال التواصل معنا عبر الهاتف على الرقم 24698151. ما هي أبرز الأفلام اللي نالت على استحسانكم وإعجابكم مؤخرا؟ أبرز الأفلام شاهدتوها في دور العرض السينمائية. من الأفلام اللي معروضة في دور عرض السينما بالسلطنة فيلم The Seasoning House، فيلم في تشويق وإثارة ودراما، مدته ساعة ونصف. تدور أحداث الفيلم في منطقة البلقان في عام 1996. تقوم إحدى الميليشيات المسلحة بالقضاء على سكان قرية كاملة، ويتم اختطاف الفتيات الصغيرات من هذه القرية، ومن بينهم فتاة صماء شهدت على حادثة إعدام أمها. تلتقي بصديقتها اللي تجيد لغة الإشارة، لكن قتلت هذه الصديقة، وتعمل هذه الفتاة على الانتقام لصديقتها من خلال أحداث هذا الفيلم المشوق The Seasoning House. Vorbei. Nichts außerhalb dieser Mauern kann euch auch nur einen Funken Hoffnung bringen. Ihr werdet für mich arbeiten. Ihr werdet lernen, nett zu meinen Freunden hier zu sein. Ihr lebt jetzt nur noch hier drin. Mit mir. أفلام السينما العالمية. أيضا من الأفلام اللي معروضة في دور العرض السينمائية بالسلطنة فيلم التشويق والإثارة، فيلم دراما، جريمة، سيرة ذاتية، غموض، فيلم كل ذا مسنجر، فيلم باللغة الإنجليزية، مدته ساعة و51 دقيقة. الفيلم هو اقتباس من قصة حقيقية، تتركز أحداث الفيلم حول صحفي يقوم بتحقيق حول الدور اللي تلعبه المخابرات الأمريكية في تصدير كميات هائلة من الكوكايين داخل الأراضي الأمريكية، واللي كان يتم بيعه بغرض تمويل جيش المتمردين. بعد اكتشاف هذه الحقائق يقوم بكشفها على الملأ هذا الصحفي، مما يعرضه للعديد من المشاكل ويضعه في دائرة الخطر. Gary Webb, San Jose Mercury News. You believe in conspiracy theories, Gary? No, I don't believe in conspiracy theories. Conspiracies, yes.
If I believe it, there's nothing theory about it. Was the government aware that you were smuggling tons of cocaine into the United States? Yes, the government knew. This leads to very sensitive national security matters. National security and crack cocaine, the same sentence. Does that not sound strange to you? I'm going to tell you the whole truth. I'm going to introduce you to people you should talk to. And then you will be faced with the most important decision of your life. Oh, yeah? What's that? Deciding whether to share it or not. One of the DEA's most wanted brought in thousands of kilos of cocaine to the U.S. every day. For them. For who? The U.S. government. Or with them. Or at least while they were looking the other way. حياكم ولازلنا معكم في برنامج عالم السينما، فيلم آخر من الأفلام الإثارة وفيلم التشويق والدراما، فيلم باللغة الإنجليزية مدته ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة، فيلم Dying of the Light. هذا الفيلم اللي يعرض في دور العرض السينمائية بالسلطنة. يحكي الفيلم قصة لنيكولاس كيج اللي كان على وشك الإحالة إلى التقاعد، لكنه اكتشف بعض الأدلة اللي تثبت وجود صديق أو عدو اللدود قد ظهر مرة أخرى إلى الوجود، فقرر أنه يتصدر نيكولاس كيج لهذا العدو ويعرض نفسه للمخاطر متجولا عبر القارات للقضاء على هذا العدو اللدود. What is the name of the source? And everyone else. It is my pleasure to introduce the only living recipient of the intelligence star, Evan Lake. CIA has taken some hits. But we're on our feet again because our country needs us and because we've got what? لازلنا في جولة الأفلام اللي تعرض في دور العرض السينمائية بالسلطنة. فيلم Alone for Christmas، فيلم عائلي كوميدي باللغة الإنجليزية مدته ساعة وسبعة وعشرين دقيقة. قصة الفيلم تدور حول إحدى الأسر، تسافر هذه الأسرة إلى بيت الجدة لحضور احتفالات عيد الكريسماس، ويتركوا كلبهم بون وحيد في البيت، وخلال غياب الأسرة تتسلل إلى البيت مجموعة من اللصوص لتسرق هدايا عيد الميلاد، ويجب على الكلب أن يفعل كل ما يعني يقدر عليه حتى يمنع هذا اللصوص هؤلاء اللصوص من سرقة البيت. وهذا ما رح نتعرف عليه في الفيلم، هل رح ينجح في إحباط مخططهم وإنقاذ الكريسماس أم لا، في فيلم Alone for Christmas ساعة وسبعة وعشرين دقيقة. Bone, what did you do? When the Conley family... I'm sorry, but Bone can't come with us to Grandma's house this year. Leaves for the holidays. I thought it was righty tighty lefty loosey. It's righty offy lefty ony. They leave Bone alone. You're not going to Grandma's? I'm going to miss the big turkey dinner. But when intruders arrive... Shh. Get to work. أيضا من الأفلام اللي معروضة في دور العرض السينمائية فيلم نايت كرولر، فيلم مناسب لسن فوق 15 سنة، فيلم جريمة باللغة الإنجليزية مدته ساعتين أو ساعة وثمانية وخمسين دقيقة بالتحديد. دور أحداث الفيلم حول شاب طموح يحاول شق طريقه كصحفي جرائم حر في لوس أنجلوس، وفي إطار من التشويق والإثارة يعرض لنا الفيلم ما يكشفه هذا الصحفي من أسرار من خلال توغله في هذا العالم. تتداخل طبعا كل الأحداث مع بعضها، وهناك أيضا عدة تعاونات من أجل إنجاح قصته الخبرية من خلال هذا الفيلم. I'm looking for a job. I'm a hard worker. I set high goals. My motto is if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. So what do you say? I could start tomorrow or even why not tonight? No. I'm not hiring. First, go around, get a shot inside the car. Hey, back away. I got it, I'm back. Will this be on television? Morning news, if it bleeds, it leads. Are you currently hiring?
I'm starting a TV news business. You, get back! I film breaking stories. Maybe you saw my item this morning, you were fatal carjacking. No, I mean, I don't have a TV. Do you have a cell phone? Yeah. Is that GPS? Yeah. Congratulations, you're hired. Okay. We're taking the next right. That's stupid! Repeat the police. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Excuse me, I have something you'll be very excited about. You have a good eye. I want you to contact me when you have something. Something like this. Think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut. You will be seeing me again. Any unit, residential 211. A home invasion. أهلا بكم مستمعينا من جديد في برنامج عالم السينما، نحن معكم حتى تمام السابعة بتوقيت السلطنة. تجربة عمانية في عالم السينما. وتجربة عمانية في عالم السينما، فنان مخرج عماني ارتبط اسمه باسم السينما العمانية. لا نستغرب ارتباطه بالسينما لأنه سفير السلطنة السينمائي أينما حل دوليا. ولد عام 1964 في مسقط واهتم بالسينما منذ الصغر. درس بالقاهرة في المعهد العالي للسينما وتخرج عام 1989، وله العديد من المسلسلات الدرامية والبرامج وأفلام التلفزيونية قبل أن يقدم فيلم البوم عام 2006 من بطولة الفنان سعيد صالح ونخبة من الفنانين العمانيين صالح زعل، أمين عبد الرسول، طالب محمد، ليصبح أول فيلم روائي طويل في تاريخ السلطنة. جاءت بعدها تجربته بإخراجه فيلمه الروائي الثاني أصيل، وهو يترأس الجمعية العمانية للسينما حاليا ويعمل مستشار لشؤون الإنتاج بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تعتبر تجربتنا اليوم للفنان والمخرج العماني، فهو من مؤسسي السينما العمانية. حبه وعشقه للسينما لا حدود له، يظهر من خلال مشاركاته اللي يحرص عليها دائما على تواجده في معظم المهرجانات السينمائية. يعمل نائبا لرئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ونائبا لرئيس اتحاد الجمعيات السينمائية العربية. هو عاشق للفن السابع ومتابع لكل ما هو جديد في عالم السينما. نرحب بالفنان والمخرج الدكتور خالد بن عبد الرحيم الزجالي، مستشار شؤون الإنتاج بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورئيس الجمعية العمانية للسينما. هلا ومرحبا فيك دكتور خالد. أهلا وسهلا، كيف الحال أخ جنان؟ بارك الله فيكم. الله يسلمك، هلا ومرحبا فيك دكتور خالد. نبارك لك أول شيء في البداية حصولك على التكريم في حفل الافتتاح لمهرجان كام السينمائي في دورة الرابعة بجمهورية مصر العربية، لمشوارك السينمائي في السلطنة. ألف ألف مبروك دكتور. الله يسلمك. ونريد كذا نتعرف على هذه قصة الحب والعشق لعالم السينما وارتباطك فيه. أشكرك أولا على المقدمة الجميلة الرائعة، يعني وأتمنى أن يكون قدها كما ذكرتي، وأتمنى أنه يعني ما حققنا على الأقل يضيف ولو شيء يعني في حب الوطن، و يعني يساهم على الأقل في جانب السينما في عمان. يعني ما أعرف من مين بغيتي أن أبدأ. إحنا نتحدث عن قصة ارتباطك بالسينما. نعم. كيف بدأت؟ نعم. حقيقة يعني هو يعني كأي إنسان، يعني لا أستطيع أن أقول أن ابتدأت يعني ابتدأت علاقتي بسنة معينة وهكذا، ولكن هو بالتأكيد يعني علاقة الطفولة ومشاهدات الفيلمية يعني داخل السلطنة. حقيقة زمان كان في بداية السبعينات أو حتى في الستينات لما افتتحوا أدوار السينما في عمان، يعني كان والدي من عشاق السينما حقيقة، من المشاهدين يعني، فكان دائما يأخذنا معه لنشاهد الأفلام، فتكونت عندي هذا الحب وهذه العلاقة بشاشة السينما. وإلى أن طبعا يعني وصلت لمرحلة في المدرسة أنه قمت أمثل وكنت أعمل كمساعد مخرج، إلى أن تطورت الفكرة فعليا ودرست الإخراج السينمائي في المرحلة الجامعية.
يعني بالنسبة لي أنا العلاقة لم تكن هي علاقة يعني مثل ما تقولي عمل، إنه أنا يعني أدرس لأعمل في مجال السينما أو لأعمل مخرجا، إنما هي علاقة معايشة. يعني حتى لو انتقلت من وظيفة إدارية إلى وظيفة إدارية أخرى، يعني مسألة أني أبقى مخرج هذه أصبحت يعني لا مفر منه تماما. يعني مهما انتقلت من وظائف، مهما انتقلت من حتى من جهة العمل، تبقى بداخلي وتبقى هذه الهواجس الفنية عايش معها. ولدي أفكار حتى لما بعد 10 سنوات إذا الله أراد لنا عمر، يعني عندنا خطط وعندنا طموحات، إنه حتى بعد سنة عندي عمل سينمائي، بعد 5 سنوات عندي شيء آخر، بعد 10 سنوات وهكذا. هي عالم نعيش فيه، وأوجدت نفسي فيه على إنه لا مهرب منه. يعني خلاص، يعني مهما كانت يعني ويلات وتحديات التي عانيتها في هذا المجال، بقى هذا الحب وهذه العلاقة قائمة ومقيدتني، يعني ما قادر أطلع منها. دكتور خالد، أنت تعتبر من مؤسسي السينما العمانية، لو نرجع إلى تاريخ السينما في السلطنة، متى كانت الانطلاقة الحقيقية للسينما العمانية؟ إذا كنا نتكلم عن التاريخ القديم لأول تصوير في السلطنة، يعني يمكن نرجع إلى ما قبل العشرينات يعني، ولكن يعني كان ذلك طبعا ما كان من العمانيين، إنما كان من تصوير الأجانب اللي جاءوا في زيارات استكشافية الأولى، البحث عن البترول أو البحث عن أيضا حركات الاستعمارية الأولى كانت من بداية العشرينات. ولكن يعني هناك تسجيل جميل جدا عن واقع عمان في هذه الفترة، يعني ورائع جميل إنه واحد يرجع له. وطبعا تكثفت بعد ذلك في الخمسينات والستينات، هناك أفلام جيدة عن الحوال عمان، وأيضا في زنجبار والأحداث التي حصلت في 64 في زنجبار للعمانيين، كان من الروائع الأشياء المهمة جدا واحد يحتفظها، يعني واحد يشاهدها عن تاريخ عمان. في السبعينات بداية افتتاح التلفزيون أيضا كان بداية حقيقية للسينما، لأنه العمل كان عمل سينمائي، كانت الأجهزة كلها سينمائية، كان نروح سينما، إلى أنه بعد ذلك مع نهاية الثمانينات يعني تغير الحال مع ظهور الفيديو، فتم تغيير الفن السينمائي وأسس الإخراج والإنتاج وأيضا حتى التمثيل، يعني إلى العمل التلفزيوني. فبدأ مع الأيام يعني حتى الأجهزة اللي كانوا يشتغلوا عليها من أيام افتتاح التلفزيون كلها اندثرت واترمت، وكان هذا من أحد الأخطاء الكبيرة التي يعني عانيناها حقيقة يعني. ولكن البداية الثانية التي أتكلم عنها اللي هي بداية أول حراك سينمائي، كان حقيقة سنة 2000 حقيقي، يعني لأنه ما قبل 2000 كان هناك محاولات منا ومن بعض الشباب أن تأسيس جماعة للسينما وعمل عروض سينمائية. وأيضا أنا لا أتحدث عن الجانب التجاري، هو تأسيس قاعات للسينما في البلاد، يعني كانت في بداية في أواخر الستينات أو منتصف الستينات حقيقة. لكن الحراك الحقيقي للشباب العماني كان مع بداية مهرجان مسقط السينمائي. مهرجان مسقط السينمائي سنة 2001 كان له دور كبير جدا جدا، ليس على مستوى مسقط فقط أو سلطنة عمان فحسب، إنما حتى على مستوى الخليج، لأنه هذا المهرجان عندما بدأ سنة 2001 ما كان في المنطقة أي مهرجان سينمائي خليجي. لذلك بعد مرور هذا المهرجان 3 سنوات أصبح في حراك في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح في دبي سنة 2004، أبو ظبي السنة اللي بعدها، دوحة السنة اللي بعدها، وأصبح في إنتاجات محلية، أفلام قصيرة وأفلام طويلة وهكذا. أنا أعتقد الانطلاقة الحقيقية للحراك السينمائي في الخليج كان مع مهرجان مسقط السينمائي الدولي اللي كان في يناير 2001. نعم دكتور خالد، أنت الآن نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ونائب لرئيس اتحاد الجمعيات السينمائية العربية، يعني كونك تشغل هذه المكانتين والتطور اللي نشهده في عالم السينما بشكل عام من خلال لقاءاتك مع الفنانين الممثلين في الخارج، رأيهم بالسينما العماني؟
هو يعني مثل ما يعني تحدثنا عن هذا التاريخ الخليجي في السينما، يعني أنا حقيقة يعني يضعوني في قائمة السينما الخليجية أو الحراك في السينما الخليجية. نحن بدأنا يعني بداية متأخرة جدا في منطقة الخليج. البداية المتأخرة هذه يعني عطت علينا بالكثير من التحديات، يعني علينا أن ليس فقط أن نقوم بالإنتاج السينمائي فقط، يعني إنما أيضا القاعدة السينمائية في البلاد كانت يعني في المنطقة حقيقة كانت يعني كثير متخلفة، وأيضا عدد قاعات السينما كانت كثير ناقصة، وأيضا الذوق السينمائي كان يعني منصب على الفيلم الأمريكي والفيلم الهندي فقط. فعملية التغيير يعني نمط أو الذوق المشاهد إلى السينما العالمية هذا كان يعني هم كبير جدا. لذلك الأخوة في العالم حقيقة يعني كان ينظروا لنا نظرة لعمان نظرة ريادة. نحن انتقلنا يعني عملنا في فترة كانت الأمور كثير يعني صعبة، أنه من سنة 2001 نعمل هذا الحراك ونأتي بأفلام من العالم. يعني من سنة 2001 كنا نعرض أفلام من غانا ومن دول جمهوريات الروسية ومن الأرجنتين، يعني مناطق مختلفة تماما، ونعمل عليها تحكيم ويحضر عليها مشاهدين عمانيين ويبدلوا بآرائهم. كانت هذه بدايات قوية جدا. لذلك الأخوة العرب يعني ينظروا لعمان بالريادة، أننا بدأنا السينما في منطقة في مرحلة متقدمة جدا عن بقية الدول في منطقة الخليج. لذلك اختيارهم لي حتى في مسألة أن يكون نائب لرئيس اتحاد الجمعيات العربية أو اتحاد من العرب، يعني ما جاء جزافا، جاء من خلال هذه الأعمال التي قمناها، الأعمال التأسيسية للسينما في بداياتها، اللي كان ما حد يعني حتى ما عندنا، يعني أريد أضيف شيء، يعني إنه في هذه المرحلة حتى كوزارات الرسمية ما عندنا قسم للسينما. يعني إذا المبادرة كانت من الناس، من نحن، من المهتمين للسينما، ليس من الدولة. يعني حتى دولة قسم ما لا يوجد للسينما، دائرة لا توجد للسينما، فرع لا يوجد الاهتمام للسينما. وهذا شيء جميل إنه عندما تنمو هذه الاهتمامات من الناس، من الشعب، ويطالب بها الدولة. نعم دكتور خالد، أنا أتساءل عن الاتحاد العام للفنانين العرب، قد يتساءل معي أيضا المستمع، ما هي مجالات اهتمامه؟ الاتحاد العام للفنانين العرب يعني اتحاد يصب كل اهتماماته في الجوانب الفنية المختلفة، في المسرح والموسيقى والسينما والدراما التلفزيونية، وايضا في كل يعني كل ما هو ذات علاقه بالفن. لذلك يعني في مجلس الاداره هنالك تقريبا 11 عضوا من جميع الدول العربيه، من اجمالي الدول العربيه كلهم المشاركين. وعاده لما يحدث في منافسات شديده جدا، لانه ياتينا موسيقار معروف وهو مرشح من قبل بلده، ولكنه في الانتخابات التي تتم في مصر يعني هناك صعوبة بين انه في عملية الاختيار من الذي سيمثل في مجلس الإدارة، هل السينمائيين يعطوا الفرص اكثر ام المسرحيين ام الموسيقيين ام غيره، فتبقى هنالك المنافسة شديدة، ويبقى ايضا الاختيارات الفردية بانه من هو الاهم والاجدر اللي يعتقدوا انه من الممكن انه يقوم بخدمة هذا المجال. نعم. ولذلك احنا في الدورة، يمكن انا في الدورة الاخيرة تم اختياري او انتخابي حقيقة كنائب رئيس، اما دورة ما قبل ذلك كنت امينا عام مساعد. كان عندي خطة انه يجب ان ننطلق نذهب للدول اللي ما فيها سينما، وطالبتهم انه عمان بحاجة الى هذا الدعم. نعم. لذلك الحمد لله العام الماضي في مهرجان مسقط السينمائي يعني أوجدت دعم كبير جدا من الاتحاد العام للفنانين العرب للسينما العمانية في تأسيس جائزة، وأيضا يعني تكريم أحد السينمائيين العمانيين القدامى الذين عملوا أو تعملوا في عمان، يعني بالإضافة إلى تشكيل معهد، يعني أمور كثيرة جدا بدأت أطالب الاتحاد
بتنفيذها في سلطنة عمان. يعني استفادت السلطنة بوجودك من في هذا الاتحاد العام للفنانين العرب دكتور خالد، لكن الآن يعني ما نريد أن نراه في أرض الواقع خلال الأيام القادمة برأيك نحن بحاجة إلى ماذا؟ إذا على مستوى المحلي أم على المستوى المحلي يعني إذا 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 عن أنفسنا يعني الجمعية العمانية للسينما لا تستطيع أن تقدم أكثر مما يعني يعني جالسة تحاول أنها تقدم عدد من البرامج التي نراها أنها يعني حقيقة كبيرة وأكثر من حجمها، يعني إنه جمعية عمانية جمعية تطوعية يعني لا يوجد لها دعم ثابت أنها تقدم مهرجان دولي وأن تقدم ملتقى فيلم ظفار ملتقى العربي يعني ملتقى ظفار الفيلم العربي وأيضا تقدم ملتقى فيلم العماني، كل هذه أنواع من المسابقات ومن الندوات ومن من الاحتفاليات ومن يعني هي في الأصل هي كثيرة جدا على عملنا ولكننا نحاول نبذل فيها. وآخر الأعمال التي قدمناها قبل عدة يعني أسابيع اللي هي القافلة، فوجدنا إنه مثلا مهرجان مسقط السينمائي منصب في مسقط وملتقى ظفار في ظفار في صلالة وملتقى الفيلم العماني بيتنقل من ولاية ولاية، ولكن هنالك كثير من الولايات إذا ما وصلنا إليها سنتأخر لأن لا توجد مؤسسة أخرى يعني تقوم بهذه المهمة، مؤسسات حتى مؤسسات رسمية لا توجد. فبالتالي أخذنا على عاتقنا نحن في الجمعية العمانية للسينما أننا يعني ننظم قافلة ونذهب للمناطق والولايات التي يعني من الصعوبة الوصول إليها والحديث عن السينما. لكن الحمد لله يعني حتى هذه التجربة نجحت بشكل كبير جدا وشكلنا مجموعات سينمائية في هذه المناطق لديها الرغبة ولديها الاستعداد، كانوا ينتظروا فقط أننا نصل إليهم، واليوم نحن الآن يعني نخطط لعمل إنتاج أفلام قصيرة في هذه الأماكن، عمل ورش تدريبية يعني والذهاب إليهم مرة ثانية ومرة ثالثة هكذا إن شاء الله. دكتور خالد، الجميع يشير دائما بدور الجمعية العمانية للسينما في بناء ثقافة سينمائية في السلطنة، واحد من أبرز الأنشطة مثل ما ذكرت اللي هي القافلة السينمائية العمانية، وانتوا حرصتم من خلال هذه القافلة أنه على الأقل يكون كل ولاية أو كل منطقة على دراية بالحراك السينمائي في السلطنة، وأيضا تكونوا مجموعات إن شاء الله راح تسعى إلى تطور السينما العمانية. لكن دائما السؤال يعني اللي دائما يتبادر إلى ذهني، إحنا كيف ممكن أن نعزز الإنتاج السينمائي دون الاعتماد على دعم طبعا فقط جهات حكومية، ولكن ماذا عن دور القطاع الخاص في هذا المجال؟ كلامك صحيح جدا، يعني للأسف الشديد الشركات الإنتاج المحلية لو كانت قوية لبرزت في مجال الإنتاج التلفزيوني، ولكن ضعف هذه الشركات، وأنا في المرحلة اللي كنت يعني أدير القطاع الإنتاج من خلال مديرية العامة للتلفزيون يعني عانينا كثير من هذه الإشكالية. جميع الشركات تعتمد على الأموال الدولة، إذا ما دولة إذا لم تقدم تلفزيون مبالغ لهم فهم لا يستطيعون إنتاج شيء، لذلك والنسبة يعني بسيطة جدا ممن يحاولوا إنه يقدموا أعمال مبادرات فردية وهي دائما تكون ضعيفة لأن أيضا إنتاج محتاجة مبالغ كبيرة جدا. فبالتالي على المستوى السينمائي هنالك إشكالية أكبر، لأنه لطالما هذه الشركات فشلت تلفزيونيا فكيف لها أن تنجح سينمائيا؟ ولكن نحن يعني من وجودنا في الجمعية العمانية للسينما نحاول أن ندعم فئة الشباب، ليس فئة المستثمرين أو فئة التجار أو فئة الأفلام التجارية، ولكن فئة الشباب. لدينا مشروع حقيقة ربنا وفقنا الحمد لله أخيرا يعني بالتعاون مع بلدية مسقط إنه راح نقوم بإنتاج 15 فيلم قصير لهؤلاء الشباب يعني الهواء الراغبين في الإنتاج والإخراج الأفلام القصيرة. جميل. وبلدية مسقط مشكورة بمناسبة مهرجان مسقط القادم يعني إنه أعطونا هذا المجال وهذا الدعم لنساعد هؤلاء الشباب، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة أيضا مسابقة سينمائية لهؤلاء الشباب.
أنا أعتقد كتجارب مثل هذه هي التي تساعدنا وهي التي تساعد الأجيال القادمة. صحيح. هذه تجربة واحدة. نعم. نحن الآن أيضا بصدد يعني ضغط على وزارة التراث والثقافة لأن لديهم نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية عام القادم إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة يبدأوا الإعلان عنها. أيضا قدمنا بخطة مثيلة إنهم أيضا نحاول من خلالهم إنه نقوم يعني ندعم الشباب سواء كانوا أعضاء أو سواء كانوا شركات المتعثرة هذولا من الشباب الفنانين إنه نعطيهم بعض هذه الفرص ونعمل لهم مسابقة حتى إنه يعني لولا هذه المحاولات لا أعتقد إنه الإنتاج السينمائي ليس في عمان كما قلت يعني حتى في الخليج نحن نعم. نتعثر في العمل السينمائي. مؤسسة الدوحة يعني الأفلام ومؤسسة أبوظبي للأفلام وهناك بعض المؤسسات يعني مدعومة تحاول تدعم الشباب الخليجي للأفلام ونحن بدورنا نقرب تلك المؤسسات أيضا لشبابنا وعملنا لهم زيارة في السلطنة وأرسلنا شبابنا أيضا يعني قبل أيام كان لدينا مجموعة من الشباب ذهبوا إلى مهرجان الأجيال في الدوحة والتقوا مع هؤلاء وقدموا لهم فرص الإنتاج حتى للأفلام الكبيرة وأيضا عملنا عدة قافلات خارجية إلى الهند وإلى السويد في مهرجان مالمو كل هذه هي محاولات يعني نشجع الشباب على أنه منافذ البحث أو مصادر البحث هي ليست حكومة فقط هي كثيرة هي شركات الإنتاج هي المؤسسات الدولية هي الشركات الدولية والعالمية نعم. يعني يجب يعني نرسلهم إليهم حتى يتعرفوا عليهم وربنا يسهل في إن شاء الله دكتور ألم تفكروا في الإنتاج العربي المشترك لأنه أعتقد من خلال جلسات اتحاد الفنانين العرب وكونك أيضا نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب هل من الممكن أن نحقق حلم إنتاج فيلم خليجي مشترك أو عربي مشترك؟ والله ممكن يعني انت سألتيني سؤال لأن قبل يعني عندما حضرت في مهرجان كام الدولي كان هنالك ندوة عن الإنتاج المشترك وطبعا احنا انا حقيقة عن نفسي مللت من حضور الندوات التي تتحدث عن الإنتاج المشترك ويكون الحديث فيها نظري انه نتكلم عن السلبيات فانا حقيقة يعني طرحت سؤالا ويعني كان سؤالا محرجا لهم الجميع قلت لهم أنتم كلكم الآن تتكلمون وتغنون وتقولون عن السلبيات أنتم خمس شركات كبيرة الآن تتحدثون أمامنا اليوم زين خمس شركات من كبريات الشركات العربية في مجال السينما هل نستطيع أن نقول أن هذه خمس شركات هل نستطيع أن نضع أيدينا مع بعض لننتج فيلما واحدا مع بعض الجميع رد؟ قلت لهم إذن لماذا نتحدث ونتكلم عن سلبيات غيرنا السلبية موجودة فينا نحن يعني شركات الإنتاج أنتم الخمس شركات الكبرى وأنا كجمعية العمانية للسينما كجهة من أستطيع أن أقدم الدعم اللوجستي من خلال بلدي يعني فلماذا لا يعني نتحد ونعمل فيلما مع بعض فأيضا حقيقة هذه إشكاليات دائما المنتج يبحث عن المال السهل المنتجين العرب جميعا يعني ينتجون يبحثون عن المال السهل لا أحد يريد أن يغامر بماله نعم. ولكن يعني أيضا أريد أطمنك يعني أنه أنا لدي حقيقة مشروع جيد ويعني جيد بمعنى استثماري وليس بمعنى جيد أنه مشروع يعني أنه فيلم ناجح وإنما نعم. مشروع استثماري تحدثت مع عدد من أبناء يعني دول مجلس التعاون الخليجي وهنالك مباركة حقيقة أتمنى إنه خلال السنة القادمة أن نحصل على يعني فرصة في تتويج هذا هذا البرنامج إلى فيلم سينمائي خليجي إن شاء الله. دكتور الحديث يطول معك لكن لضيق وقت البرنامج أبغى أخذ منك وعد يكون لنا لقاء آخر بإذن الله نستكمل حديثنا لأنه للحديث بقية الحديث شيق ومثير أيضا للكثير من يستمع لنا في عالم السينما أخذ منك وعد دكتور إن شاء الله نأخذ لك في حلقة قادمة إن شاء الله أنا تحت أمر إذاعة سلطنة عمان متى ما
أرادت، وهذا أقل الواجبات التي يمكن نقدمها. الله يسعدك، الله يخليك. شكرا لك الدكتور خالد بن عبد الرحيم الزجالي، رئيس الجمعية العمانية للسينما ومستشار شؤون الإنتاج بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ونائب رئيس اتحاد الجمعيات السينمائية العربية، ونائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب. شكرا على تواجدك معنا دكتور خالد. الشكر. شكرا لك. تجربة عمانية في عالم. إذن راح نروح للفترة الدينية وراجعين معاكم في برنامج عالم السينما. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أسري إليك، أسري إليك، أسري إليك، أسري إليك، أسري إليك. حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، يحين الآن موعد أذان العشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. هكذا أخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، رفع على مسامعكم أذان العشاء. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل علي، يا رب صل علي، يا رب صل علي، صلوات الله يا رسول الله، يا رسول الله، الله الله. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عزيزي المواطن والمقيم، رقمك المدني هو رقم ملفك الوطني الصحي الإلكتروني، فاحرص دوماً على اصطحاب بطاقتك الشخصية أو شهادة ميلاد أطفالك عند زيارة أي مؤسسة صحية،
واعلم أنه ابتداء من الأول من يناير لن يتم استقبالك بأي مؤسسة صحية ما لم تبرز بطاقتك الشخصية أو شهادة ميلاد أطفالك. الملف الوطني الصحي الإلكتروني معلومات متكاملة لرعاية صحية شاملة. مع تحيات وزارة الصحة. الصفاء للأغذية تقدم نقانق دجاج صفاء المدخن، معدوى مخلوط من أفضل المكونات الطبيعية والطازجة والتوابل الشهية. نقانق دجاج صفاء المدخن يجعل الحفلات أكثر إثارة. احتفل بعشر سنوات من الطعم الشهي وعش حياة صحية مع نقانق دجاج الصفاء المدخن اللذيذ والشهي. الصفاء. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شخصيات سينمائية. نحييكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان حتى تمام السابعة، نحن معكم وعلى الهواء مباشرة. محطة من محطات برنامج عالم السينما، شخصيات السينمائية. رح ندخل اليوم إلى عالم الشخصية السينمائية، عالم جميل وتاريخ حافل في السينما المصرية للفنان والممثل نور الشريف. نور الشريف هو ممثل قدير له تاريخ حافل في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني المصري، وخير دليل له على ذلك تكريمه يوم الأربعاء المنصرم في مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته 11، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة. له إسهامات كثيرة في المسرح. هو فنان مصري اسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله. يعني شوفوا المفارقة بين اسمه الفني نور الشريف وبين اسمه الحقيقي اللي هو محمد جابر محمد عبد الله. ولد يوم 28 أبريل عام 1946 في حي السيدة زينب بالقاهرة. حاصل على دبلوم من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز، وكان الأول على دفعته عام 1967. نور الشريف من الثنائيات اللي تكلمنا عنها اليوم، كان مع الفنانة بوسي. تزوج الفنان نور الشريف الفنانة بوسي عام 1967 وأنجبوا ابنتين هما سارة ومي، إلا أنه زواجهم انتهى بالانفصال عام 2006 بعد أن استمر حوالي 30 عام. بدأ نور الشريف مشواره الفني من خلال فرقة التمثيل بالمدرسة، ولشدة حبه للتمثيل ترك كرة القدم اللي كان يلعبها بنادي الزمالك والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ورشح المخرج الراحل نبيل الألفي لتمثيل دور روميو في رائعة شكسبير روميو وجولييت بشعبة المسرح العالمي التابع للتلفزيون وقتها. كما تعرف على المخرج سعد أردش اللي أسند إليه دور صغير في مسرحية الشوارع الخلفية. اختاروا بعد كذا المخرج كمال عيد ليشترك في مسرحية روميو وجولييت، وأثناء بروفات المسرحية تعرف على الفنان عادل إمام اللي قدمه للمخرج حسن الإمام ليظهر في فيلم قصر الشوق اللي حصل من خلاله على شهادة تقدير تعد الأولى من نوعها وأول جائزة يحصل عليها في حياته الفنية الفنان نور الشريف. تألق الفنان نور الشريف بعدة أدوار مميزة في السينما والتلفزيون مما مكنه أن يصبح أحد النجوم المميزين، واحتل مساحة كبيرة في قلوب الملايين بأعماله الفنية المميزة اللي احترمت ذهنية المشاهد لتناولها الواقع المعيشي للمجتمع بمشاكله وقضاياه وهمومه، وساهمت في ترسيخ اسمه كفنان في وجدان الشعوب العربية. من أبرز أعماله مستمعينا السينمائية منها فيلم المصير، كتيبة الإعدام، الكرنك، عمارة يعقوبيان، سواء الأوتوبيس، ليلة ساخنة، دائرة الانتقام، الحفيد، أول ثانوي، حبيبي نائما، حدوتة مصرية، قصر الشو، زمن حاتم زهران، أهل القمة، دم الغزال، مدرسة المشاغبين، ليلة البيبي دول، مسجون ترانزيت. كما قدم أيضا العديد من الأعمال التلفزيونية اللي حضرناها مثل لن أعيش في جلباب أبي،
عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، كثير من الأدوار المسرحية في مسرحية الأميرة والصعلوك، يا مسافر وحدك. نال نور الشريف خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والأوسمة، عن دوره كأحسن ممثل في فيلم ليلة ساخنة، جائزة مهرجان يدلهي عن فيلم سواق الأوتوبيس، كما حصل على 4 جوائز عن فيلم يا رب توبة، وجائزتين عن فيلم الشيطان يعظ، و3 جوائز عن فيلم قطة على النار، ومن جمعية كتاب ونقاد السينما وجمعية الفيلم. تعرض الفنان نور الشريف للعديد من الشائعات اللي كادت أن تطيح بنجوميته وشهرته، لكن ثقة اللي يحظى بها من الجماهير واحترامهم له أدت إلى اجتيازه لهذه الشائعات، ولو أن له مسيرة فنية طويلة، كثير من الأعمال السينمائية اللي أثرت أو كثير من الأعمال السينمائية المميزة في السينما المصرية والعربية. الفنان نور الشريف يعتبر قامة سينمائية كبيرة، قدم الكثير للسينما العربية وحفر اسمه في وجدان وذاكرة الشعوب العربية. نتمنى له أكيد دوام النجاح والعطاء للسينما. واحد من أعماله اللي يتم عرضها مؤخرا لأول مرة عرض عالمي، فيلم نور الشريف الجديد بتوقيت القاهرة ضمن برنامج ليالي عربية في مهرجان دبي السينمائي الدولي، من بطولة ميرفت أمين وسمير صبري وشريف رمزي، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس وإنتاج سامح العجمي. تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول مجموعة من القصص الإنسانية اللي تعبر عن الواقع اللي نعيشه من أو اللي كان يعيشه منذ ثورة 25 من يناير في القاهرة، ورصد تأثر المجتمع والبيئة المصرية بما حدث من تغيرات سياسية واجتماعية. نتابع سويا فيلم بتوقيت القاهرة. هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتفهم بيها إني ما ينفعش تبقى جزء من رحلتي، واني ما ينفعش ارجع معه. نروح للمأذون انا وانت نقول له ايه؟ انا والمدام جايين عايزين نتطلق. اسم الزوج ايه؟ انا اسمي سامح كمال ميخائيل. يا نهار اسود، انا كنت ناسي ان انت ما تجوزليش اصلا. بس عمري ما تخيلت ان اول مره لينا هتبقى بالمنظر ده. امال تخيلتيها ازاي؟ تخيلت شمع كتير، شغل شويه مزيكا ونرقص قبل اي حاجه. طبعا عمري ما تخيلت ان ده هيحصل قبل ما نتجوز. طب انت كنت متخيل اول مره لينا هتبقى على الناس دي؟ كان نفسي اول مره ليا تبقى معاك انت. ابنك ده ايه؟ ابنك ده ايه؟ مجنون ابنك ده؟ مجنون؟ في حد يبلغ عن ابوه؟ ده انا لو شفت الواد ده هفتح نفوخه ونفوخك انت كمان. زهر ابوك كان معاه حق، انت من جواك بتكرهه. انت بتكره ابوك ليه؟ بعدين الاخ ده اللي اسمه مصطفى ده لو كان مش شايف كده ما بناقص تجوزي لي. على الايرادات السينمائيه. آخر محطة لنا في برنامج عالم السينما عن أعلى الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي The Top 10 Box Office. جاءت الأفلام هذا الأسبوع في الترتيب التالي. الفيلم الذي لا يزال محافظ على ترتيبه هو للأسبوع الثالث في المركز الأول، فيلم The Hunger Games، فيلم المغامرة وحركة ودراما وخيال علمي، مدته 2 ساعة و2 دقيقة، يحكي عن بطلة أصبحت رمز لمنطقة وإيقونة للتمرد، وعلى طبعا إيقونة للتمرد على الظلم والطغيان. تحاول هذه البطلة تحدد مصير بلدة وتتصاعد أحداث العنف فيها، وفي النهاية تحاول أنها هي تحدد من الأشخاص اللي تستطيع أن تثق بهم من خلال هذا الفيلم The Hunger Games Part 1. أيضا من الأفلام اللي حققت أعلى الإيرادات ولازالت محافظة على ترتيبها في شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني، لازالت في المركز الثاني، فيلم Penguins of Madagascar، فيلم رسوم متحركة مغامرة
الإثارة مدته ساعة و32 دقيقة. يكشف الفيلم أسرار أكثر الطيور المثيرة والغامضة خلال لعبة التجسس العالمية. يقوم مجموعة يلتحقوا بيهم من خلال عميل سري ما يستطيع أنه يبوح باسمه. تنتشر الكثير من أعمال التجسسية من أجل منع السيطرة على العالم من خلال فيلم Penguins of Madagascar. Attention, this is your captain speaking. You know the penguins of Madagascar, but what you don't know is they've been leading a double life. في المركز الثالث يأتي فيلم Horrible Boss 2، فيلم كوميدي مدته 2:45 دقيقة. في الأسبوع الثاني يعرض هذا الفيلم، تصدر كان الأسبوع الماضي في المركز الخامس وأصبح هذا الأسبوع في المركز الثالث. تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فريق ثلاثي اللي هم نيك كورت ودايل، عدم مقدورتهم القيادة تحت العمل تحت وطأة الآخر يصير وفق أهوائهم في نفس المجال، لكن دائما لهم توقعات محددة في هذه الحياة رغم اشتغالهم بأعمالهم الخاصة. يقودهم عملهم الجديد إلى خسارة لم تكن ضمن توقعاتهم. We'd like to highlight local inventors and entrepreneurs. What is it that inspired three regular Joes to go into business for yourselves? Well, we were all working at pretty terrible jobs for some awful bosses, and we just thought if we ever got a chance to be our own bosses, that we'd do things differently. Yeah, we came up with the shower buddy. I'm sorry. في المركز الرابع للأسبوع الخامس فيلم Big Hero 6. تراجع هذا الفيلم من المركز الثالث، كان في الأسبوع المنصرم وأصبح هذا الأسبوع في المركز الرابع. فيلم كرتون كوميدي مدته 1:48 دقيقة حول مخترع روبوتات شاب يكتشف عن طريق المصادفة مخطط إجرامي، فيحاول من خلال روبوتاته أنه يقضي على هذا المخطط. في المركز الخامس جاء فيلم Interstellar، فيلم تشويق وإثارة وغموض وأيضا يعرض لي الأسبوع الخامس. هذا الفيلم في إطار درامي مليء بالمغامرة حول مكتشفين لثقب كوني يحاولوا أنهم يتجاوزوا القيود المفروضة على سفر البشر إلى الفضاء، يحاولوا أنهم يسافروا إلى خارج المجرة للتحقق من وجود مستقبل للبشر بين النجوم. في المركز السادس فيلم Bump and Dumper 2، فيلم كوميدي مدته 1:50 دقيقة. هذا الفيلم لازال محافظ على مركزه في المركز السادس للأسبوع الرابع في عرضه. فيلم كوميدي حول مجموعة من الصبيان يحملوا نقول نوعا ما من الغباء، يحاولوا أنهم يبحثوا عن ابن أحد هؤلاء النجوم في هذا الفيلم من خلال سلسلة من المواقف الكوميدية الساخرة. في المركز السابع فيلم The Theory of Everything، في المركز الثامن فيلم Gone Girl، وفي المركز التاسع فيلم The Pyramid، وأخيرا في المركز العاشر فيلم Birdman. كانت هذه جملة من الأفلام اللي تصدرت شباك التذاكر الأمريكي لهذا الأسبوع، وبهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج عالم السينما. أجمل التحية لكل المتواصلين معنا برسائل نصية القصيرة وبالتغريدات، شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بكم الأسبوع المقبل بإذن الله بفقرات جديدة وأيضا أخبار منوعة، انتظرونا في نفس الموعد من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت السلطنة. رح نترككم مع آخر الأفلام في شباك تذاكر الأمريكي فيلم بيرد مان. لكم مني أجمل التحية في الإعداد وتقديم جنان آل عيسى، وفي الإخراج هذه التحيات مريم بنت محمد العجلية. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Baldemar's Law! You do Baldemar's Law! Now you're about to destroy...